يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو كنت في مجلس عزاء لو كنت في مجلس عزاء وقدم في هذا المجلس طعام، فهل لي أن أكل منه حيث إن خروجي قد يسبب حرجا وألما لأهل الميت؟ أولا الجلوس في مجلس العزاء هذا ما له أصل، ما للعزاء مجلس ولا أيام محددة ولا مكان معين، هذا كله ما أحدثه الناس. وأما أكل الطعام، طعام مباح الحمد لله، الطعام مباح إذا قدم فتأكل، تأكل منه، إلا إذا كان الذين صنعوا الطعام هم أهل الميت، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم.